للمزيد من المتابعة حول الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي تنضم إلينا الآن مباشرة من مدينة شرم الشيخ موفدة إكسترا نيوز إنجي طاهر. إنجي إذن أرحب بك معنا على شاشة إكسترا نيوز، وتفاصيل ما تم اليوم وآخر الأخبار، وأيضا تحديدا ربما أسألك عن ما حدث من جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه اللقاءات الجانبية، تفضلي. نعم نانسي، ما زلنا طبعا نتابع فعاليات هذه الاجتماعات السنوية 58 التي تستضيفها مصر، وتابعنا اليوم الذي بدأ بالجلسة الافتتاحية بطبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتح هذه الجلسة، وعدد من المسؤولين وكبار القادة والمسؤولين سواء من الخبراء الاقتصاديين أو المسؤولين عن المصارف أو المؤسسات التمويلية الدولية، طبعا محافظين البنوك المركزية حاضرين. تابعنا ايضا كلمه للسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس البنوك المركزيه التي تشارك في هذا في هذه الاجتماعات. ننسي ابرز الموضوعات التي تم التطرق اليها منذ البارحة وحتى اليوم كانت بشكل أساسي حول قضية التمويل، وهي المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأفريقي. معظم الموضوعات تمحورت حول الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في أفريقيا، كيفية تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة كان العنوان العريض طبعا لهذه المناقشات. دور التكنولوجيا المالية أيضا كان حاضر بقوة في إطلاق التمويل المستدام والأخضر وتطوير القطاع المالي الذي يخدم الشركات المحلية، كانت نقطة أيضا وما زالت نقطة محل النقاش حتى في الاجتماعات في الأيام القادمة. تحديد استراتيجية ديون نانسي للدول الأفريقية لتمكينها من الحصول على الحيز المالي لتعبئة المزيد من الموارد، هذه هي نقطة محورية وغاية في الأهمية في هذه المناقشات، لأن طبعا أزمة الديون بالنسبة للدول الأفريقية هي أزمة محورية، خاصة وأنه الدول الأفريقية لا تسهم في انبعاثات كربونية بنسبة كبيرة، ولكن رغم ذلك فإن الدول النامية تدفع الثمن الأكبر كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولهذا ربما مسألة مبادلة الديون بالمناخ كانت نقطة أيضا حاضرة بقوة على طاولة الاجتماعات وعلى المقترحات التي تم التباحث بشأنها. أيضا تم الحديث حول دور أكبر للبنوك للتنمية الإقليمية، خاصة البنوك متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، والجلسات تتم نانسي سواء البارحة أو اليوم تركز بشكل أساسي على كيفية تذليل العقبات وكيفية اقتراح وسائل لإصلاحات تشريعية تسهل من مشاركة القطاع الخاص وتزيد من إسهام الجهات التمويلية متعددة الأطراف. طبعا نتابع لحظة بلحظة معكم يا نانسي كل تطورات هذه الاجتماعات، وكل يوم هناك دائما ملفات خاصة في هذا القطاع تحديدا، مسألة التمويل من أجل التغير المناخي ومن أجل مكافحة التغير المناخي، وطبعا هذا هو ما يبنى على مخرجات كوب 27. عودة إليك نانسي. إنجي أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي تفضلتي بيها، إذا موفدة إكسترا نيوز إلى شرم الشيخ إنجي طاهر بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلتي إليه.